جروب هسميه لا للرياضة، وأنا هعمل جروب هسميه لا للبنات، وأنا هعمل جروب لا للرجيم. أنا بقى عندي فكرة جروب جامد جدا. إيه؟ لا للحشيش. أيوة يا مستر دانيال، الحكاية طولت قوي. أنا نفذت كل الشروط، ده أنا حتى غيرت اسم المجموعة للمصرية الأمريكية. أنت عارف يا مستر دانيال، انضمام المجموعة لبرنامج المعونة هيفرق كتير قوي في التوسعات الجديدة اللي أنا عاملها. خلاص خلاص خلاص، أوكي، خد وقتك، ادرس الأوراق زي ما أنت عايز. أنا جالي فكرة جروب أجمد من الأولاني. إيه؟ لازم نرجع للحشيش. دي أحسن فكرة جروب اتقالت النهاردة. بقول لكم إيه؟ تعالوا نغير المود. إيه؟ قلت إيه؟ تعالوا نغير المود. اسم جروب ابن سينا ده مش أقل من 500 منبر. تعالوا نغير النشيد الوطني. أم كل سلطان، أم كل سلطان، بابا سلطان هو جاي تزورنا. أم كل سلطان زمانك بابا. في حاجة يا بابا؟ يا برودك يا أخي، مفتاح مكتبك معاك؟ إيه؟ معايا طبعا. بابا ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ ده بخور. بخور؟ يا مرحبا. هو ده بقى البخور؟ بخور مغربي. ووصل كام المغربي دلوقتي؟ القرش بمية، وممكن اخدمك في الكمية. متحسسه يا ولد. خد هنا. وتاني قدرت تخدعني وتجرح قلبي تنساني، وانا جنبك وانا جنبك، وليه فكرت ترجع لي؟ مالكوا ضربين بوز ليه على الصبح؟ الواد هيثم السيس واكل الجو كله، ما كانش حتة شريط عمله. شايف؟ لامم كل الكاوتش حواليه. بغرام اقول لك مش هكون يوم. انا اللي يهمني فرده واحده بس من الكاوتش ده كله. يا ما جاتش ولا ايه؟ جبنا في سيره القط. اول ما امسك شعر كلمنا على الموبايل. يارا يارا هاي، فكرت في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ احنا وز ولا ايه؟ رامي صعب اخر حاجه اني ابقى الجيرل فريند بتاعتك. طب بالنسبه للبونوتيل اللي عملته ده، ما حركش فيك اي مشاعر؟ لا. طب والجيتار الكهرباء ده ما هزكيش من جوه خالص؟
الو ايوه يا حمائي. وبعدين بقى كل شويه زن ما قلت لك خلاص اللحن بتاعك بقى بدل ما تديل بعرور. سلام حمائي. رامي على فكره انت في الشور اخر حاجه باي. برضه هتروح للواد الكنزه ده؟ ده واد سكسك وملزق ورخم رخمت السنين. سكسك وملزق؟ رامي انت فالجر اخر حاجه. ها برنس الجيل عملت ايه؟ الظاهر مفيش فايده، لا الجيتار نافع ولا البونيتيل نافع. اعمل لها ايه دي؟ احقن سيليكون؟ ها يا جماعه هتيجوا بالليل؟ هنيجي فين بالليل ياض ما تلم نفسك؟ الله بقى يا رامي قصدي هتيجوا ريو؟ يارا عامله حفله سبعينات اخر حاجه. فكره فانكي خالص، الجو كله سبعينات وهيعجبكوا قوي. وبكام بقى يا شيكو التيكت بتاع الحفله دي؟ ب 200 جنيه بس. ها هتيجوا؟ ها هتيجوا؟ ها؟ ها؟ هنيجي. سبعينات سبعينات لما نشوف ايه اخرتها معاه. مين ده هنا؟ ده رامي. وعامل في نفسه كده ليه؟ اصله رايح حفلة. البنطلون ده بتاعي. لست وحدك حبيبة. يا ابني انت مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه بغني يارا؟ احنا مش اتفقنا احنا وز ولا ايه؟ يظهر انك ما فهمتش الكلام اللي انا قلته لك في النادي. يا حبيبي افهم، قالت لك مش عايزاك مش طايقاك. بقول لك ايه يا عم زين العشماء، وانت مالكش دعوه. يارا انا عارف ان كل الكلام اللي قلتيه في النادي من ورا قلبك. تعالي معايا بقى وسيبك من الواد الحنتليس ده. انا حنتليس نفسيه نكر انت؟ انت مش هتخوفني بالتوكه بتاعتك دي. وبعدين انا ما عنديش اي مشكله ندخل لبعض توك. يا هيثم سيبك منه، ده هيبوظ لنا الحفله. ليتس انجوي اخر حاجه. انا مش فاهم يعني هو في ايه زياده عني؟ برضه الواد هيثم ده برضه يعني نجم ومشهور. كنت عارف يا رب توت المنظره. يعني ايه منظره ومشهور؟ طب ما انا غني. يا برنس يا برنس الفلوس مش كل حاجه، انا الشهره
بسرعه، الشهره برضه مهمه قوي. بابا انا عايزك تنتج لي شريط. شريط ايه؟ شريط اغاني، انا فنان. مش شايف الجيتار؟ والله هو ده جيتار. لا خلاص، ما تقول حاجه يا ماما. ما تعمل له شريط يا سلطان، ايه الواد موهوب. انت بتصدقي الكلام ده؟ انت عارفه الشريط دلوقتي بيتكلف كام؟ خلاص اعمل لي كليب، اديني بوفر لك اهو. ده بدل ما تيجي الشركه وتاخد بالك من مالك ومال ابوك. انا سابك قايم، انسى الموضوع ده خالص. بصراحه بابا انا ماليش في البيزنس والشغل والكلام ده، انا اتولدت عشان ابقى نجم في عالم الفن. عالم الفن او صوت الحب. انا ابويا قضى على احلامي، لا ميزه قضى على احلامي. انا بفكر اسيب له البيت. يا عم احسن تعال اقعد معايا. يعني انت عايز يخسر ابوه عشان واحده زياره؟ دي بنت تافهه يا عم. يعني احنا اللي مجلس قياده الثوره؟ وبعدين ايه الهباب اللي انتوا بتشربوه ده؟ مش احنا اخر مره رجعنا جروب ليل الحشيش؟ يا رامي ده مش حشيش، ده بانجو. واحنا ما عملناش جروب ليل البانجو؟ لا ما عملناش. بعدين بقول لك ايه، روق بقى كده وسنجح لي مراجيحك، عشان انا جايب لك فردتين كاوتشو جداد، انما ايه منفوخين على 28. اهم وصلوا. على ذوقي ولا على ذوقك؟ على ذوقك يا برنس. هاي يا جماعه. منفخين على 28؟ دول منفخين على 98. تصدق قفلت لي يالا؟ دول على ذوقي؟ قفلتك ليه بس يا ابني؟ يا عم دول شعبي جدا، بس هم اللي شكلهم كده. قولي يا عاطف. انت مجنون ولا ايه؟ معلش يا نسرين معلش. قولي يا بابا قولي. عاطف. طب تعالي كده شوية. قولي علاء. علاء. يا نهار اسود ونايل، دول اللي شعبي؟ بتضحك عليا؟ ماشي انا هتصرف، ما هي الليله مش هتبوظ. هتكلم مين؟ عطيات على بيات. انا مش فاهم ايه مزاجك في الصنف ده؟ امال ازاي بتحب يارا يا ابني؟ دي مش ذوق خالص. قافله تليفونها، اكيد بايته في حته. يا ابني انا في اللغوصه احب الحاجات الحرشه، الحاجات البلدي. اما يارا دي فبتاعت الحب والجواز. افهم بقى. سلام. ايه رايح فين؟ انت عارف انا رايح فين؟ دول شعبي؟